في لبنان يعاني شعب مظلوم من أزمة لم يشهد لها مثيل. أطفال بلا مأوى، عائلات بلا أمل، مدن بلا مستقبل. دعونا نمد لهم يد العون ونشاركهم آلامهم. تبرعكم مهما كان صغيرا سيشعل شمعة أمل في قلوبهم، تأسيا بالمواعظ الإنسانية لأهل البيت الأطهار عليهم السلام، وتطبيقا لتوصية سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، وإذنه بصرف الوجوه الشرعية وسهم الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. أطلقت الحملة الكبرى سويا لنصرة لبنان بواسطة مؤسسة مصباح الحسين عليه السلام، وبالتعاون مع مجموعة قنوات الإمام الحسين عليه السلام الفضائية ومؤسسة IHC. لبنان يمر بمحنة، لكن الأمل لا يزال يضيء. كل تبرع منكم هو لبنة في بناء مستقبل أفضل لإخواننا المؤمنين. دعونا نكون جزءا من هذا التغيير ونثبت للعالم أننا مجتمع واحد متكاتف. نحن جميعا بشر، ونحن جميعا مسؤولون عن بعضنا البعض. لبنان ينادينا، فهل نستجيب؟ تبرعك اليوم هو استثمار في غد أفضل لنا جميعا. لبنان ينادينا، عائلات نازحة، أطفال جائعين. تبرعك الآن يساهم في إعادة البسمة على وجوههم.